بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 89. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية من كتاب الله وسنة رسوله أكثر من أن تحصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا تعريف الإيمان، قول باللسان، لا بد أن ينطق الإنسان بالشهادتين وبأحكامهما، واعتقاد بالقلب، لا بد أن يعتقد بقلبه ما ينطق به لسانه، وعمل بالجوارح، عمل بالجوارح بالأعضاء. فلا يكفي الإيمان بالقلب، لا بد من العمل، قام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وما يتبع ذلك من الأعمال الصالحة. يزيد بالطاعة، الإيمان يزيد بالطاعة، كلما ازداد الإنسان من الطاعة زاد إيمانه، وكلما نقص العمل نقص الإيمان. فلا بد من العمل الذي يكون مع الاعتقاد بالقلب يزيد بالطاعة. أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض يعني نفاق فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، لأنهم يقولون بألسنتهم ما لا يعتقدونه في قلوبهم. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لأن الذي يزيد ينقص، الذي يقبل الزيادة يقبل النقصان، فينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة أو أقل من ذلك في القلب. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالمعاصي تنقص الإيمان. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة، مثقال ذرة في الإيمان، فإذا لم يبق منه شيء صار كافرا. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني ما يبقى شيء. نعم. والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا ما عليه سلف الأمة وخلفها من أهل السنة والجماعة. هناك فرق ضالة كالمعتزلة والأشاعرة المتفاوتة والكرامية متفاوتة في ذلك، ولكنهم عندهم نقص عظيم في الإيمان. نعم.
من كتاب الله وسنة رسوله أكثر من أن تحصر، فمن ذلك قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. هذا دليل على أن الأعمال من الإيمان، قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمراد بذلك الصلاة إلى بيت المقدس قبل أن تنسخ القبلة وتحول إلى الكعبة. لما نزل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، تحولت القبلة من توجه إلى بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قبلة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. تأسف بعض الصحابة على الذين ماتوا وهم يتوجهون إلى بيت المقدس، الذين ماتوا قبل نسخ القبلة خافوا عليهم، فطمأنهم الله بقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أن الذين ماتوا وهم يتوجهون إلى بيت المقدس قبل نسخ القبلة هم على خير وصلاتهم صحيحة ومقبولة عند الله، لأن الله ما كان ليضيع صلاتهم إلى بيت المقدس بأمر الله، ما كان الله ليضيعها ويبطلها، بل هي باقية لهم، والنسخ إنما جاء فيما بعد، كانوا في وقتهم على دين وعلى دليل شرعي توجهون إلى بيت المقدس. الله طمأن المسلمين على أمواتهم، وهذا يدل على ما كان الله ليضيع إيمانكم، على أن العمل من الإيمان، هذا وجه الشاهد. فسمى الصلاة إيمانا، فهذا معنى قولهم: الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قول باللسان واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهو المطابق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، الحديث، وهو في الصحيحين والسنن. وفد عبد القيس أهل الأحساء، أهل البحرين، جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبايعوه على الإيمان وعلى السمع والطاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم بيعتهم وحكم لهم بالإيمان، وقالوا: إن بيننا وبينك قبائل تعتدي، وبيننا وبينك حوائل ما نصل إليك. النبي صلى الله عليه وسلم طمأنهم على أنهم على خير، وإن بقوا في بلادهم وفي ما داموا تمسكوا بهذا الدين وعملوا به، ففي أي مكان وفي أي أرض هم مقبولون عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، هذا قول باللسان. نعم. شهادة أن لا إله إلا الله، الحديث، وهو في الصحيحين والسنن. أي نعم، ذكر لهم الإيمان بالله، تدرون ما الإيمان بالله، الشهادتان
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، وما يتبع ذلك من الأعمال الصالحة قولية والفعلية والاعتقادية. نعم. والدليل على أن الإيمان يزيد قوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، هذا الدليل من القرآن على أن الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية حتى لا يبقى منه إلا حبة خردل، وزن حبة خردل من الإيمان. نعم. وقوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض يعني نفاق وشك فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نعم. خلافا لمن قال إن الإيمان هو القول وهم المرجئة. المرجئة يقولون الإيمان هو القول باللسان ولو لم يعمل، وهؤلاء هم المرجئة، سموا مرجئة لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان وأرجعوها، والإرجاء والتأخير، فسموا مرجئة. نعم. ومن قال إن الإيمان هو التصديق كالأشاعرة. ومن قال إن الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم يعمل الإنسان بجوارحه وهم الأشاعرة، نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، ولكنه رحمه الله تراجع عن هذا المذهب وأخذ بمذهب الإمام أحمد رحمه الله، وصرح بذلك في كتابه في كتبه أنه تراجع، وأنه على معتقد الإمام أحمد ابن حنبل. نعم. ومن المعلوم عقلا وشرعا أن نية الحق تصديق، والعمل به تصديق، وقول الحق تصديق، كله تصديق، القول والاعتقاد والعمل كله تصديق، تصديق لكتاب الله سنة رسوله. نعم. فليس مع أهل البدع ما ينافي قول أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة. نعم. قول أهل السنة والجماعة هو الحق والصواب، وأما غيرهم من الفرق فعندهم حق وباطل وقريب وبعيد. نعم. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا، أي فيما عملوا به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالله جل وعلا حكم لهم بالصدق في أقوالهم وأعمالهم واعتقاداتهم لما كانوا على وفق الكتاب والسنة، وأن قصدهم ونيتهم خالصة لوجه الله عز وجل. نعم. أولئك الذين صدقوا، أي فيما عملوا به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة، وشاهده في كلام العرب قولهم: حملة صادقة. أي نعم. وقد سمى الله تعالى الهوى المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلها، فقال سبحانه:
أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ نعم، لأنهم يتبعون أهواءهم كما تهواه نفوسهم، ولا يتبعون ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يدورون مع أهوائهم، فهم اتخذوا أهواءهم آلهة من دون الله. نعم. وقد سمى الله تعالى الهوى المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلها، فقال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال بعض المفسرين: لا يهوى شيئا إلا ركبه. لا يهوى يعني لا يشتهي شيئا إلا ركبه، يعني فعله، فهو يتبع هواه، اتخذ إلهه هواه، فما يهواه من الأشياء يأخذ به، وما لا يوافق هواه لا يؤمن به ولا يعمل به، وإن عمل به لا يخلصه لوجه الله. نعم. قال ابن رجب رحمه الله: أما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها. الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله هو من أئمة أهل السنة، وأقواله معروفة ومشهورة، وكتبه مقبولة ونافعة ومفيدة. نعم. قال ابن رجب رحمه الله: أما معنى الحديث، مثل جامع العلوم والحكم، كتاب جامع العلوم والحكم، هذا كتاب عظيم ومفيد وشامل. نعم. قال ابن رجب رحمه الله: أما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها. نعم، محبته وهواه تابع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يدور مع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتبع ما تشتهيه نفسه أو يمليه عليه هواه أو ما يأمر به أهل الضلال، إنما يتبع ما جاء في الكتاب والسنة. نعم. تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به ويكره ما نهي عنه. وقد ورد القرآن بمثل هذا المعنى في غير موضع، وذم سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله، كما قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. نعم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، يعني هواهم هو معبودهم، ما يشتهونه يعملونه، وما لا يشتهونه يتركونه، ولو كان هذا من أوامر الله ورسوله، إنما يقدمون ما تحبه أنفسهم وأهواؤهم. هؤلاء ليسوا مؤمنين. فرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ نعم. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله. نعم، أن تدور محبته وبغضه على ما أحبه الله وكرهه الله، فلا يكره إلا ما كرهه الله، ولا يحب إلا ما أحبه الله من الأعمال والأقوال والمقاصد. نعم. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما أوجب عليه منه، فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا. فإن زادت
فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا. يعني أتى بالفرائض وأتى بالمندوبات والمستحبات من الأعمال لأنها مكملة للإيمان. نعم. وأن يكره ما يكرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه، فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. نعم. يكرهون المحرمات ويكرهون أيضا ما يكرهون أيضا المكروهات، التي دون المحرمات يكرهونها، هذا دليل على صحة إيمانهم وقوة إيمانهم، ما يقتصرون على تجنب المحرمات بل ويتجنبون المكروهات كراهة التنزيه. نعم. فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله ويكره ما يكرهه الله ورسوله. نعم. فيرضى ما يرضى به الله ورسوله ويسخط ما يسخط الله ورسوله ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. نعم. هذا هو الإيمان الصحيح. نعم. فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله وترك ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة. نعم. فالمعاصي تنقص الإيمان وقد تزيل الإيمان بالكلية. نعم. دل ذلك على نقص محبته الواجبة، فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة التي هي ركن العبادة إذا كملت. وهذا من فضل الله أن الإنسان إذا أخطأ وإذا عمل شيئا من المعاصي والمخالفات إن الله فتح له باب التوبة وأمهله، فباب التوبة مفتوح والله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ روحه الحلقوم، يقبل الله توبته متى تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة التي هي ركن العبادة إذا كملت، فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله. نعم. وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، فقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستجيبوا لك، يعني يتبعوك ويطيعوك، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع. البدع جمع بدعة، وهي ما أحدث في الدين مما ليس منه، فالواجب اتباع ما جاء في الكتاب والسنة، ولا يحدث شيء من غير دليل تقرب به إلى الله، هذا فعل المبتدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه مهما أتعب نفسه فيه، ما دام أنه لم يشرعه الله ورسوله فإنه مردود، وإن كان قصده التقرب إلى الله، لا يتقرب إلى الله إلا بما شرع، ما شرعه الله أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وما خالف ذلك فهو بدعة، وكل بدعة
ضلالة، كل ضلالة في النار. نعم. وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا سمي أهلها أهل الأهواء. سمي أهل البدع أهل الأهواء لأنهم يتبعون أهواءهم ولا يتبعون الكتاب والسنة. نعم. وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه الله. فالمعاصي تنقص محبة الله في قلب العبد، كل ما عصى الله نقص حب الله في قلبه، فإذا تاب ورجع تاب الله عليه. نعم. وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يحب في الله، يحب في الله ويبغض في الله، هذا المسلم المؤمن حقا يحب في الله، يحب أهل الخير وأهل الطاعات وأهل السنة والجماعة، ويكره العصاة والمبتدعة ويخالفهم إلى ما أمر الله به ورسوله، ولا يميل معهم أو يحابي معهم. نعم. فيجب على المؤمن محبة من يحبه الله، كذلك مع محبة الله يحب من يحبه الله، يحب أهل الإيمان وأهل التوحيد لأنهم إخوانه، لأنهم أعوانه، لأنهم أمة واحدة وجماعة واحدة، فيحب أهل التوحيد وأهل الإيمان وأهل السنة، ويبغض أهل المعاصي وأهل البدع والمحدثات لأنهم عندهم مخالفة لما أمر الله به ورسوله. نعم. فيجب على المؤمن محبة من يحبه الله من الملائكة، وهذا هو الولاء والبراء، هذا هو الولاء والبراء، يوالي من يوالي الله ويبرأ مما تبرأ الله منه من الأشخاص والأعمال، هذا هو المؤمن المطيع لله ورسوله. والآن يحذرون من الولاء والبراء، يسمونه الكراهة، يسمونه الكراهة، يريدون من الإنسان أن يكون إمعه وأن يقدم ما تهواه نفسه على ما يريده الله سبحانه ويحبه الله، وهذا ينقص من العبودية لله عز وجل. نعم. وقد يناقض العبودية أصلا. نعم. فيجب على المؤمن محبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما. نعم، على درجات المؤمنين، على درجاتهم من الصديقين ومن دونهم من أهل الإيمان، يحبهم ويواليهم بقدر إيمانهم واستقامتهم. نعم. ولهذا كان من علامات وجود، وهذا يسمى الحب في الله، الحب في الله والبغض في الله، تحب أهل الإيمان وتواليهم وتبغض أهل المعاصي وتعاديهم. نعم. ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرء من المؤمنين من يحب محبة خالصة مثل الملائكة والأنبياء والمرسلين ومثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، وهناك من يحب من وجه ويبغض من وجه، وهو المؤمن العاصي، تحبه من جهة أنه مطيع لله وأنه مؤمن، وتبغضه لأنه عنده معاصي ومخالفات. نعم. ولهذا كان هناك من يحب محبة خالصة، وهم الملائكة والأنبياء والمرسلون
الصحابة والتابعون والمهاجرون والأنصار يحبون محبة خالصة، وهناك من يبغض بغضا خالصا وهم الكفار والمنافقون، يبغضون بغضا خالصا، وهناك من يحب من وجه ويبغض من وجه وهو المؤمن العاصي، تحبه لإيمانه وتبغضه من أجل معصيته. نعم. ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. نعم. فتحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله عموما. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. نعم. وبهذا يكون الدين كله لله وحده، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نعم. الإيمان هناك إيمان كامل وهناك إيمان ناقص، هناك إيمان ناقص، فالمعاصي والمخالفات تنقص الإيمان والطاعات والقربات تكمل الإيمان. نعم. ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب، فتجب التوبة من ذلك. انتهى ملخصا. كلام ابن رجب، انتهى كلام ابن رجب ملخصا رحمه الله. نعم. ومناسبة الحديث للترجمة بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق والمعاصي في أقوالهم. مناسبة الحديث، أي حديث؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما الترجمة جيتم. الترجمة، الترجمة باب قول الله لم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا لما أنزل. لم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا لما أنزل إليك وما أنزل، ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت قد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. نعم. ومناسبة الحديث للترجمة بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق والمعاصي في أقوالهم وأفعالهم وإراداتهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصوم. وقال المصنف رحمه الله: وقال الشعبي. نعم. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد. عرف أنه لا يأخذ الرشوة، عرف هو يهودي ولكن عرف أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة ولا يغير حكم الله، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد. وقال المنافق: نتحاكم إلى عمر بن الخطاب، نتحاكم إلى عمر بن الخطاب. فلما جاءوا إلى عمر ذكروا له القصة، قال: أهكذا؟ قال: نعم. فجرد السيف وقتل المنافق الذي يقول نتحاكم إلى عمر بن الخطاب ولا نتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب ما يتحاكم إليه ويترك الشرع والكتاب والسنة. نعم. قال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد. عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما. فقال خلنا مع الأول. نعم. كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة،
فقال اليهودي نتحاكموا إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. منافق والعياذ بالله يدعي الإيمان ويقول نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ويغيرون الحكم، فهذا يدعي الإيمان ومع هذا يقول نتحاكم إلى اليهود، واليهودي يقول نتحاكم إلى محمد. نعم. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، هو الذي يدعي علم الغيب، هذا هو الكاهن. نعم. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون الآية، يزعم المنافقون يزعمون أنهم، والزعم أكذب الحديث، فهم يدعون أنهم مؤمنون وليسوا مؤمنين حقا. نعم. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب ابن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر ابن الخطاب. نعم. كعب ابن الأشرف زعيم اليهود من زعماء اليهود. نعم. ثم ترافع إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. ضربه عمر بالسيف فقتله لأنه لا يريد التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد التحاكم إلى اليهود. نعم. قال المؤلف رحمه الله قوله وقال الشعبي هو عامر ابن شراحيل الكوفي، يعني تعريف الشعبي من هو؟ هو عامل ابن شراحيل الكوفي، عالم أهل زمانه، وكان حافظا علامة ذا فنون، كان يقول ما كتبت سوداء في بيضاء. علمه بالتلقي، وما كان يكتب، علمه بالتلقي وما كان يكتب في الأوراق. نعم. الشعبي رحمه الله إمام جليل من التابعين. نعم. وأدرك خلقا من الصحابة وعاش 84 سنة، قاله الذهبي. نعم. وفيما قاله الشعبي رحمه الله ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى. نعم. منافق اليهود والنصارى عندهم اعتراف بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والمنافق ينكر هذا، ينكر ما أنزل على محمد، فاليهود والنصارى خير من المنافق. نعم. وفيما قاله الشعبي رحمه الله ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى، ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان، كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها. كما هو الواقع، يقول الشارح رحمه الله عبد الرحمن بن حسن، كما هو الواقع في هذه الأزمنة، يعني في زمان الشيخ عبد الرحمن بن حسن. نعم. كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانة العدو على المسلمين وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان. أهل النفاق أو المنافقون. نعم. ومن تدبر ما في التاريخ وما وقع منهم من الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديما وحديثا، وقد حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من طاعتهم والقرب منهم، وحضه على جهادهم في مواضع من كتابه، قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. نعم. وفي قصة عمر رضي الله عنه وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق. نعم. لأن الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي ترك التحاكم إلى
إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مع أنه يدعي الإيمان، يدعي الإيمان، فالذي يكره حكم الله ورسوله يعتبر كافرا. نعم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. نعم. وفي قصة عمر وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق. نعم. وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والأذى له وإظهار عداوته، فانتقض به عهده وحل به قتله. نعم. روى مسلم في صحيحه عن عمرو: سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد ابن مسلمة: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: أذن لي فلأقل. قال: قل. فأتاه فقال له وذكر ما بينهم وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا، فلما سمعه قال: وأيضا والله لتملنه. قال: إن هذا الرجل، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، قال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا، فلما سمعه قال: وأيضا والله لتملنه. قال: إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال: وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال: فما ترهنني؟ قال: ما تريده؟ قال: ترهنني نساءكم؟ قال: أنت أجمل العرب، أن أرهنك نساءنا؟ قال: ترهنوني أولادكم؟ قال: يسب ابن أحدنا فيقال: رهن في وسقين من تمر، ولكن نرهنك اللامة، يعني السلاح. قال: فنعم. وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس ابن جبر وعباد ابن بشر. قال: فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليهم. قال سفيان: قال غير عمرو: قالت له امرأته: إني أسمع صوتا كأنه صوت دم. قال: إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. قال محمد: إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه، فإذا استمكنت منه فدونكم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف؟ فقد آذى الله ورسوله. نعم. فانتدب هؤلاء الصحابة لقتله، وجاءوه في الليل ونادوه، فلما نزل إليهم ومشى معهم حينئذ قتلوه. نعم. قال محمد: إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه، فإذا استمكنت منه فدونكم. قال: فلما نزل، نزل وهو متوشح، فقالوا: نجد منك ريح الطيب. قال: نعم، تحتي فلانة أعطر نساء العرب. قال: فتأذن لي أن أشم منه؟ قال: نعم. فشم، فتناوله فشم، ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ قال: فاستمكن من رأسه، ثم قال: دونكم. قال: فقتلوه. نعم. وفي قصة عمر رضي الله عنه بيان أن المنافق المغموص بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل، كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفا للناس، فإنه قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. لما قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بالأعز المنافق والأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كعب بن الأشرف. نعم.
قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء. نعم. وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. نعم. الآية النساء وهي: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك بدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ما هو الطاغوت؟ الطاغوت هو من حكم بغير ما أنزل الله متعمدا، من حكم بغير ما أنزل الله متعمدا. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله مجتهدا وأخطأ فهذا لا. نعم. الثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إذا قيل للمنافقين لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي، لأن المعاصي إفساد في الأرض والنفاق إفساد في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون. قال الله جل وعلا: ألا إنهم هم المفسدون، يعني المنافقين. نعم. الثالثة تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أن المراد بالإفساد في الأرض المعاصي، وبعد إصلاحها بالطاعات وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الرابعة تفسير قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. أفحكم الجاهلية يبغون، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهذا حكم الجاهلية، ولا يريدون حكم الله ورسوله. أفحكم الجاهلية يبغون، يعني المنافقين لا يريدون حكم الله ورسوله، وإنما يريدون حكم الجاهلية، والمراد بالجاهلية ما قبل الإسلام، والجاهلية العامة، ثم تبقى بعد الجاهلية العامة جاهلية خاصة لبعض الأفراد، قد يكون مسلم فيه نوع من خصال الجاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول لأخيه: يا ابن السوداء، قال له: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. فدل على أنه يبقى من الجاهلية ومن صفات الجاهلية في بعض الناس، في بعض المسلمين، فتجب التوبة من ذلك. نعم. الخامسة ما قاله الشعبي رحمه الله في سبب نزول الآية الأولى، وهو كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة. أي نعم. فأراد اليهودي أن يتحاكموا إلى الرسول، وأراد المنافق أن يتحاكموا إلى كعب ابن الأشرف وهو يدعي الإيمان. نعم. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. نعم. تفسير الإيمان الصادق وهو العمل بطاعة الله ورسوله وترك معصية الله ورسوله. نعم. السابعة قصة عمر رضي الله عنه مع المنافق. قصة عمر رضي الله عنه مع المنافق، مع المنافق الذي قال: نتحاكم إلى عمر، واليهودي يقول: نتحاكم إلى رسول الله. نعم. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. نقف على هذا. نعم. يكون هذا آخر درس في هذا العام إن شاء الله، فإلى العام القادم بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يصح القول بأن الإيمان أصل وفرع، الأصل هو الاعتقاد والفرع هو العمل قولا وفعلا؟ لا، هذا قول باطل، ما فيه أصل وفرع، كله أصل ولا هناك فرع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أظهر المرء بعض خصال النفاق العملي
هل يجوز تسميته بمنافق عملي؟ سمى منافق ولا تقل عملي ولا تقل اعتقادي، قل منافق خلاص يكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك من يقول بأن العمل شرط كمال للإيمان ويحتج بحديث البطاقة، يقول: ما الجواب عن استدلالهم؟ هذا ما يفهم حديث البطاقة. حديث البطاقة: إنسان شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم مات ولم يتمكن من العمل، هذا يغفر له ويقبل منه لأنه لم يتمكن من العمل، أسلم ولم يتمكن من العمل. أما الذي ترك العمل وهو يتمكن منه فهذا لا يعذر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز أن أسمي ابني باسم عبد القرآن؟ لا، لا يعبد إلا لله عز وجل، عبد الله، عبد العزيز، عبد الكريم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما قول أهل السنة والجماعة في تارك الصلاة سواء كان تهاونا وكسلا أو كان جاحدا؟ الجاحد كافر، وأما المتهاون والكسلان فيجب عليه التوبة إلى الله والمحافظة على صلاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس في هذا العصر يقولون: أهم شيء أن يكون القلب سليما وإن لم آتي بالطاعات في الظاهر. يقول أيضا: يقولون قد يكون المصلون أسوأ من الذين لا يصلون. يقول: ما حكم مثل هذه الأقوال، وهل يقال بأنهم مرجئة؟ هذا كلام باطل، حتى المرجئة ما تقول هذا القول، هذا لا يقوله إلا جاهل وإلا إنسان ليس في قلبه إيمان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل المداومة على صلاة الجنازة في المساجد التي يصلى عليها فيها هل يعد من الأعمال الصالحة التي تزيد الإيمان؟ نعم، شهود الجنازة والصلاة عليها والمشي معها وتشييعها إلى أن تدفن هذا من أعمال الإيمان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل من خارج هذه البلاد يقول: أحيانا أكون في الطريق ويكون وقت الصلاة قد دخل ولا أجد مسجدا غير مسجد للصوفية ولا أعرف حال الإمام بعينه، سؤاله: هل يجوز لي أن أترك صلاة الجماعة بسبب أن يا أخي إذا رأيت الناس يصلون صلي معهم، صلي معهم ولا يكون عندك نيات هذولا كذا وذولا كذا، ما داموا يصلون صلي، الناس إذا أحسنوا أحسن معهم كما قال عثمان رضي الله عنه: إذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا تجنب إساءته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز الحلف برحمة الله عز وجل؟ يحلف بالله بالموصوف لا بالصفة، يحلف بالله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يقول: ما معنى أو ما تفسير هذه الآية؟ معناها أن الأعراب عندهم جهل معروف، أهل البادية، قالوا آمنا، ادعوا الإيمان وهم حديث عهد بالإسلام، قولوا أسلمنا، أسلمنا، الإسلام أول شيء ثم بعده فوقه الإيمان ثم فوق الإيمان الإحسان، فالإيمان درجات، أولا الإيمان بالله عز وجل ثم الإحسان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأعراب آمنا، أولا الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، ثلاث درجات، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، فلا الأعراب ادعوا درجة لم يصلوا إليها، ولكن الله بشرهم بقوله:
ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما، ولما تفيد أنه سيدخل فيما بعد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لداع أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم ارزقني إيمانا كإيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ لا، قل اللهم ارزقني الإيمان الصادق، ولا تعلقه بإيمان أحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: وهل أحد يبلغ إيمان أبي بكر؟ ما أحد يبلغ إيمان أبي بكر رضي الله عنه، وبكر الصديق من الصديقين بعد الأنبياء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يقرأ بعض طلبة العلم المبتدئين يقرأ بعض طلبة العلم المبتدئين في شبهات الإلحاد والرد عليها، ويقولون: هذه الشبهات منتشرة فأقرأ عنها حتى لا أقع فيها وأبصر إخواني بخطرها، هل فعلهم هذا صحيح؟ إيش يقول؟ يقرأ بعض طلبة العلم المبتدئين يقرؤون في شبهات الإلحاد والرد عليها. لا، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا، ما بلغوا هذه الدرجة، هذا ولا توه مبتدئين يتعلمون أولا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب على المسلم أن يحذر من أهل البدع وأن يبين بدعهم؟ نعم، يحذر من البدع، ومن هو يعين فلان مبتدع أو فلان، لا، بدون تعيين، يحذر من البدع وأهل البدع عموما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، سائل من خارج هذه البلاد، يقول: يدعي بعض الناس في بلدنا أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من حبهم لله، هل هذا القول جائز؟ لا، والعياذ بالله، هذا غلو. يحبون الرسول أكثر من محبة الله، هذا غلو والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الفرق الضالة والمبتدعة كالصوفية وغيرهم، هل يبغضون بغضا خالصا؟ البغض، هناك من يبغض بغضا خالصا وهو الكافر، وهناك من يحب حبا خالصا وهو المؤمن الكامل الإيمان، كالملائكة والرسل والصحابة المهاجرون والأنصار، وهناك من يحب من وجه ويكره من وجه، وهو المؤمن العاصي، يحب لإيمانه ويكره لمعصيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صدق كاهنا أو أتى ساحرا لم تقبل له صلاة 40 يوما؟ نعم، من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإن أتاه وصدقه، وإن أتاه وصدقه والعياذ بالله، فقد كفر بما أنزل على محمد. من صدق الكاهن فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من هنا ذهب إلى الكاهن ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإن صدقه صار كافرا والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك ضابط للتسامح الجائز بين المسلمين والأديان الأخرى؟ إيش؟ يقول: هل هناك ضابط للتسامح الجائز بين المسلمين والأديان الأخرى؟ التعامل الدنيوي في المباحات هذا لا بأس به مع المسلمين ومع الكفار ومع اليهود والنصارى، التعامل الجائز، المعاملات المباحة لا بأس بها، البيع والشراء والمعاملات والمداينات لا بأس بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: من ينسب نفسه إلى الإسلام لكنه لا يصلي، هل يبغض هذا الرجل وما حكمه؟ هل إيش؟ هل يبغض وما حكمه؟ الذي لا يصلي يبغض، نعم، ليس بمسلم. الذي لا يصلي ليس بمسلم. الذين هم على
صلاتهم يحافظون، لا بد من المحافظة، والذين هم على صلاتهم دائمون لا بد من المداومة على الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: والدتي كبيرة في السن وتصلي جالسة، ولكن كثر معها السهو في الصلاة حتى كاد أن يكون في كل صلاة تصليها. سؤاله: هل عليها حرج إن تركت الصلاة تماما مع أن عقلها معها؟ لا، ما تترك الصلاة، تصلي على حسب حالها ومقدرتها. نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا شاب مستقيم ولله الحمد، ولكن لما دخلت في مواقع التواصل الاجتماعي شعرت بضعف الإيمان، وفي بعض الأحيان أتكلم مع بعض النساء الأجنبيات. سؤاله: ما نصيحتكم لي ولجميع طلاب العلم حول هذه الوسائل؟ أن تتركها، نصيحتنا أن تتركها ما دام فيها هذا الذي ذكرت، أتركها محافظة على دينك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم تقبيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بمسح منبره؟ ما حكم تقبيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم تقبيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل تقدر أن تصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تقدر، ولا يقدر أحد، محفوظ، دون حديد ودون أبواب، ما تقدر. نعم. وما حكم التبرك بمسح منبره؟ بما؟ بمسح منبره. لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، مسح منبره ما يتبرك إلا بمن فصل من الرسول صلى الله عليه وسلم من عرق أو شعر، من فصل من جسمه الشريف تبرك به، ولكن ما فيها الآن شيء من انفصل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والمنبر ليس منفصلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وله بل منبر الذي كان يخطب عليه غير كم مرة. نعم. لكن هو مكان، المكان هو مكان منبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إنسان يقوم كل ليلة بسورة البقرة يقرأها كاملة وقد اعتاد على ذلك، هل في ذلك من بأس؟ لا، هذا طيب، الله يعيننا وإياه ويتقبل منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا ثبت الحد الشرعي كحد السرقة أو حد الزنا ونحوها من الحدود، إذا ثبتت هل للحاكم وولي الأمر أن يسقط الحد بعد ثبوته لمصلحة ما؟ لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، إسقاط الحد بعدما يثبت لا بد من تنفيذه، ولكن لا ينفذه إلا الحاكم، لا ينفذه إلا الحاكم أو من ينوب عن الحاكم يتولون تنفيذ الحدود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، قد يؤجل، قد يؤجل تنفيذ الحكم لعذر، مثل ما أجل عمر رضي الله عنه قطع يد السارق في عام المجاعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: المسلمون في بلادنا يعدون من الأقليات، ومع ذلك فإن أكثر المسلمين في بلدي على فكر الصوفية، وقد منعنا هناك من تدريس كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن تدريس كتبكم، ما نصيحتكم لنا في ذلك وفي الدعوة إلى الله؟ دعوة إلى الله حسب ما تستطيعون، ادعوا إلى الله بقدر ما تستطيعون، وفي مجالسكم الخاصة اقرأوا هذه الكتب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الرقية عن طريق الهاتف؟ لا لا، هذا من المبالغات، وليست هذه برقية، هذه ما هي برقية،
الرقية من القارئ إلى المريض ينفث عليه مباشرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ولدي عمره 17 سنة، وهذا اليوم قد مد يده علي وضربني وتلفظ بألفاظ بذيئة، يقول بسبب أني لم أجدد له اشتراك الإنترنت، علما يقول بسبب أني لم أجدد له اشتراك الإنترنت، يقول أنا بار جدا بوالدي ولم أرفع صوتي عليهم، وقد حصل عقوق ابني هذا، يقول ما سببه وأرجو أن تدعو له بالهداية. هذه سفاهة منه، عليك بالصبر، عليك بالصبر عليه والرفق به وتعليمه، الله يصلحه، ادعو الله أن يصلحه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أبنائي وزوجاتهم أو أبنائي وزوجاتهم وأبناؤهم، هل يجب علي أن أنصحهم دائما في أمور الدين؟ هل تبرأ ذمتي بنصيحتهم مرة واحدة؟ لا، كل ما رأيت منهم مخالفة أنصحهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان المرء مريضا فهل الأفضل أن يصلي على الكرسي أو أن يجلس على الأرض؟ وهل صحيح أن السجود هو أخص صفات الصلاة وأن الصلاة ما شرعت إلا لأجله؟ الصلاة شرعت لأجل أعمالها كلها، ما هو لأجل السجود فقط، الركوع، القيام والركوع والسجود كله من الصلاة، كله عبادة لله عز وجل، والجلوس كله عبادة لله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز هذا، التوسل بجاه الرسول هذا لا يجوز، لأنه غلو ووسيلة إلى الشرك. نعم. لكن التوسل باتباع الرسول، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول اكتبنا مع الشاهدين، توسل باتباع الرسول لا بجاه الرسول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الذين يأتون إلى الأضرحة يقولون إننا إذا أتينا إلى الضريح استجيب الدعاء، يقول كيف نجيب عن هذه الشبهة؟ هذا استدراج والعياذ بالله، هذا استدراج، لا يجوز الاحتجاج بهذا، ما هو حصول المقصود، ما هو دليل على الجواز، حصول المقصود قد يكون استدراج من الله ولا هو دليل على جواز هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم من يعمل ساعات إضافية بعد العمل وهو غير مقصر في عمله الأصلي، علما أن صاحب العمل الأصلي يمنعه من ذلك؟ هو كفيله، إذا كان كفيله فلا يجوز له أن يخالفه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية، هل كل نبأ يجب التبين فيه؟ فاسق، قول الله جل وعلا إن جاءكم فاسق، إذا كان الذي جاء بالنبأ فاسق فلا بد من التثبت، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا جلس المأموم للتشهد الأول وأراد القيام إلى الركعة الثالثة، فهل يرفع يديه وهو جالس أم يرفعهما وهو قائم؟ إذا اعتمد قائما يرفع يديه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك من يذكر بأنه يوجد في زماننا من يعذر بجهله ولم تصله الدعوة، وأن هذا متصور، هل هذا صحيح؟ ما هو صحيح، الدعوة الآن بلغت المشارق والمغارب بواسطة وسائل الإعلام التي تخترق الآفاق، والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي تبلغ الآفاق الآن،
وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، لما انقطع الجهاد في سبيل الله جاءت وسائل الإعلام تبلغ دعوة الله، تنشرها في الآفاق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل المخلوقات، هل هذا قول فيه غلو؟ لا، ما في غلو، هو أفضل المخلوقات عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: فاتتني راتبة الفجر وأردت أن أصليها بعد الصلاة مباشرة، فهل يجوز لي ذلك؟ نعم، إذا كنت تخاف أنك ما تؤديها عند ارتفاع الشمس فأديها بعد الصلاة مباشرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم تعليق الأوراق التي فيها ذكر الله كلا إله إلا الله وغير ذلك، تعليقها على الأبواب والجدران والمحلات التجارية؟ لا يتعلق، ما كان السلف يعملون هذا، ما كان السلف يعملون هذا، تعليق الأوراق على الجدران في المجالس، ما كان السلف، يعني الآيات والأذكار، ما كان السلف يعملون هذا، إنما يعلمون الناس، يدرسون الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الساحر هل هو كافر على كل حال أم لا بد أن يكون مستحلا؟ الساحر إذا استحل السحر فهو كافر بلا شك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الفرق بين الكرامة وغيرها من الخوارق؟ الخوارق إن جاءت على يد نبي فهي معجزة، وإن جاءت على يد ولي فهي من